اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج اتكلم براحتك. بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك، ظهر للشباب فرصه او متنفس انهم يقدروا يتكلموا عن احباطاتهم، مشاكلهم النفسيه، سواء البنت اللي خطيبها فسخ الخطوبه، الشاب اللي راح الشغل وقدم في اكتر من وظيفه جاله احباط نفسي مش لاقي شغل لحد دلوقتي، علاقات الصداقه اللي بقت متوتره. عايزين نتكلم في حلقتنا النهارده عن الاحباطات النفسيه اللي تاعب نفسيه الشباب. هل عدم وجود فرصه عمل؟ هل نظام تعليم مسبب لهم رعب زي ولادنا اللي كانوا في الثانويه؟ هل الحب مثلا، المشاكل العاطفيه وعدم وجود وفره ماديه ان الشاب يقدر يرتبط بالبنت اللي بيحبها؟ هل في ضعف ايمان مثلا بعد التعرض لموجات لمناقشه افكار دينيه؟ كل ده هناقشه مع حضراتكم النهارده، بس خلونا نشوف الانفوجراف ده. أكد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية لعام 2018 أن أكثر من 300 مليون شخص من جميع الأعمار يعانون من الاكتئاب على مستوى العالم، وتحتل النساء النسبة الأكبر من هذه الأرقام. وأشارت نتائج المسح القومي للصحة النفسية في مصر لعام 2018 إلى أن 25% من المصريين يعانون من الأعراض والاضطرابات النفسية، بمعنى أن كل واحد من 4 أشخاص من المفحوصين لديه عرض أو اضطراب نفسي. ومن الاضطرابات الأكثر انتشاراً اضطرابات الاكتئاب على وجه التحديد بنسبة بلغت 43.7%. وكشف المسح أن 4% من الذين يعانون من اضطرابات وأعراض نفسية فقط يلجؤون للعلاج، وأن انتشار الاضطرابات النفسية جاء في المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية. كما قال المسح القومي للصحة النفسية إن غالبية الاضطرابات النفسية تظهر في شكل اضطرابات مزاجية. زي ما جه في الانفوجراف إن 1 من كل 4 مصريين حسب المسح القومي للصحة النفسية للمصريين بيعاني متاعب نفسية ما، ودي بالمناسبة نسب عالمية موجودة. بس وأنا قاعد معاكم النهاردة شباب، عاوز أسألكم سؤال مباشر وكل واحد يتكلم بمنتهى الحرية والصراحة، إيه اللي تعبكم نفسياً النهاردة؟ نبدأ نكون آراء. فضل عبد الله خليفة البحيرة. أكتر حاجة بتواجه الشباب في الفترة اللي احنا فيها دي بتبوظ النفسية، تمام، أولاً الحب، ثانياً الصداقة، ثالثاً الدين. طيب الحب إنه هو بيحب واحدة ومش قادر يتجوزها؟ في كده. وفين الصداقة ايه اللي فيها؟ الصداقة ان صعب دلوقتي انك تلاقي واحد صاحبك تعتمد عليه او تصعبه وتسند عليه. الدين ما قلة الكلام مع، يعني احنا 2 صحاب مثلا، قلة بقى كلامنا في الدين بيخلينا بعاد عن الدين. طيب انت ايه اللي بتعاني منه بشكل شخصي؟ بشكل شخصي الدين برضو. بتحل ده ازاي؟ تكتب على الفيسبوك وخلاص؟ لا، بحاول اتواصل مع ناس اعلى مني في مقدار العلم الديني، واقدر اوصل منهم لفكره ان انا مثلا غلطت في كذا اصلحه ازاي. طيب هنا هو احمد ضاحي، محافظه المنيا. اكتر حاجه بتواجه الشباب، المشكله اللي بتواجهها والاحباط النفسي، ان هو بعد ما يتخرج من جامعته ما بيلاقيش شغل مناسب ليه، يبقى فرص العمل او البطاله غير متوفره. طيب اتفضلي. هبه مهران، جامعه القاهره. اكتر حاجه بتعاني منها الشباب عموما مش بس الدين، كمان المسؤوليه. ازاي المسؤوليه؟ المسؤوليه اللي بتتحط على الاطفال مثلا لغايه لما يعني ما بيبقوا في سن المراهقه، بتتحط عليهم مسؤوليه كبيره هم مش قدها، والمفروض ان السن ده بيعيشوه بسنهم الطبيعي اللي هم بيكبروا فيه، مش محتاجين مسؤوليه عليهم. فانا اكتر حاجه بعاني منها يعني المسؤوليه اللي هي اسرتك بتحملك مسؤوليه فوق طاقتك، مش بس الاسره، المجتمع والشغل والحاجات اللي بتبقى زايدة أسعارها، والدنيا كلها محملة ناس كتير مسؤولية فوق طاقتها. يعني هي مش مسؤولية، انت بتتكلمي كده على هموم حياتية معيشية يومية بقت بتشكل على الواحد ضغط عام، ضغط وعبء كبير قوي. بس عايز أقولك ده مش على مستواكم كشباب، على مستوانا حتى ككبار يعني في السن. أيوة بس الشباب أكتر، يعني الشباب هم أكتر اللي بيواجهوا الكلام ده أكتر، أو ما عندهمش فرص يواجهوا بيها أو ما أدوات، ما عندهمش فرص كمان. اسمع بنات تاني.
أسماء هبة علي، محافظة الجيزة. أكتر حاجة أنا بعاني منها إن أهلي مش مديني الفرصة إن أنا أقول رأيي. لا هو أنا خلاص قلت الكابت كده؟ اللي هو لا أنا عندي هم عندهم رأي في حاجة لازم أمشي وراه. يعني أنا لو عايزة أدخل كلية معينة لا ما ينفعش، عايزة عندي حلم عايزة أعمله حتى لو خلصت الكلية اللي هم عايزيني أعملها لا. فاللي هو دايما مخليني ان ايه عايزين يمشوني في الطريق اللي هم عايزينه. بس بتحلي ده ازاي؟ هو انا بحل ده بطريقه يعني اعتبر معقده كده، اللي انا بواجههم بالعنف. اللي انا ايه لا انتوا عايزين ان انا اعمل الطريق بتاعكم ده، لا انا همشي بطريق اللي انا عايزاه، والصراحه بيتقلب ضدي بس انا برضو بستمر يعني وبحقق اللي انا عايزاه. هنا بتتكلم عن الكاب، اتكلمنا عن عدم توافر فرص عمل، اتكلمنا عن حوارات دينية بيحتاجها الشباب، اتكلمنا عن أيضا هموم ضاغطة ما بقاش الشاب يقدر يتحملها النهاردة. هنطلع نشوف تقرير لقاء مع طبيب نفسي بيتكلم فيه على صفات الأمراض النفسية والمتاعب النفسية بشكل عام، وهيتعرض لبعض المتاعب اللي بيعاني منها شبابنا النهاردة. الاكتئاب بشكل عام، في فرق ما بين الاكتئاب والحزن او الضيق، لان ناس كتير جدا بتيجي العياده او بتقعد معاك يقول لك انا مكتئب. في فرق ما بين ان انت متضايق من موقف ما حصل معاك او ظروف اقتصاديه واجتماعيه حصلت معاك فمتضايق، وفي فرق ما بين مكتئب. اكتئاب ده مرض بتشخصه منظمه الصحه العالميه والجمعيه الامريكيه للطب النفسي، كل شويه التعريفات بتتعدل، بس بيبقى شامل كذا حاجة، من مزاج حزين طول الوقت، مش شرط يكون في مشكلة، مش شرط يكون في مشكلة، يعني ما في، ممكن تبقى الدنيا كويسة جدا معاه وما عندوش مشاكل، بس حاسس انه حزين طول الوقت، عنده عدم رضا، مش راضي عن أي حاجة، نومه متلخبط، يعني مهما ينام يصحى يلاقي نفسه تعبان، ساعات بيبقى معاه آلام جسدية مختلفة، إحساس بالإحباط شديد جدا، ميل للعزلة، عايز ينعزل مش عايز يكلم حد. اللي كان حاجات اللي كان بيستمتع بيها قبل كده بطل يستمتع بيها، بيحب يروح يخرج، بيحب يتفسح، بيحب أكلة معينة، بيحب يقعد مع ناس معينة، بطل يتكلم. تلاقيه انسحب من حياته الاجتماعية فجأة بالتدريج. تستمر هذه الأعراض من اسبوعين لشهر عشان اقدر ان اقول ان ده اكتئاب. الاكتئاب انواع، اكتئاب بسيط واكتئاب شديد واكتئاب متوسط، وفي اكتئاب بيجي معاه اعراض ذهنية، مش هندخل ناس في تفاصيل شديدة قوي، بس اكتئاب انواع. في اكتئاب بيجي معاه مثلا واحد عنده يبقى ضلالات فقر، انه خلاص افتقر وانه ما مش قادر معهوش فلوس وانه الدنيا باظت خالص. واحد تاني يجي مع الاكتئاب مع اعراض الاكتئاب انه مريض مرض عضال وهيموت خلاص. في الاكتئاب والانتحار من ضمن اعراض الاكتئاب، اللي هو لو ما تعالجش بيصل لمرحله ان هو بيفكر في الانتحار، لان الشخص بيوصل لمرحله انه مش قادر يساعد نفسه ولا حاسس كمان ان حد يقدر يساعده. هي دي نقطة في اللي مش كل مكتئب بينتحر، لأن الناس يعتقد إن كل مكتئب بينتحر أو كل منتحر كان مكتئب أساساً. الاكتئاب عرض من أعراض الانتحار، عرض من أعراض الاكتئاب بيوصل بيها الشخص لما يوصل لمرحلة من اليأس التام إنه مش قادر يلاقي حد يساعده. الطبيب النفسي في التقرير بيتكلم على أعراض الاكتئاب. ممكن الواحد يعاني من أعراض الاكتئاب بس ما يبقاش عنده اكتئاب، يعني موده مش حلو، بس بيقول لك كلمة مودي مش حلو، مزاج عصبي، ده بيعدى على الواحد مرة كل أسبوع شهر، فيقول لك هنا أنت مش مريض اكتئاب بس عندك أعراض اكتئاب. هل حد منكم تعرض للحاجات دي وفكر يزور طبيب نفسي؟ فضل. أحمد يوسف، محافظة دمياط. أنا اتعرضت لده شوية وأنا بواجه إن أنا بسعى وراء إني أوظف موهبتي في مكان صح. موهبتك إيه؟ مجال الإعلام، تقديم تلفزيوني. حاولت إن أنا أوظفها في مكان صح، ولكن يعني لجأت لأصول الثقافة ولكن ما لقيتش عندهم
الحاجه اللي ممكن توظفني؟ يعني هما انا لما رحت قصور الثقافه قالوا احنا ما عندناش اصلا تصنيف لانها نحطك فيه في المكان ده. بس ايه علاقه قصور الثقافه بالعمل الاعلامي؟ هو اي مجال ثقافة. في البدايه انا كنت محتاج اي مجال في البدايه يديني منطلق، يعني يديني نقطه بدايه، يحط رجلي على الطريق الصح، يقول لي خد الخطوه دي. بس اليوتيوب بدايه. اقدر اعمل شغل اعلامي وانزله على اليوتيوب. انا عملت كده في البدايه، ولكن كنت محتاج تاسيسات، يعني كنت محتاج حاجات كتير جدا، وللاسف هو كل اللي بتعطى على اليوتيوب ما بيديش كل المعلومات الكافيه. احبطت وجالك اكتئاب؟ هو انا وصلت في مرحله لان انا زرت طبيب نفسي من كم الضغوط اللي انا تعرضت لها بسبب الشغل ده، ولكن يعني الطبيب النفسي ساعدني بحاجات كتير جدا جدا جدا، من اهمها ان انا بدات الجأ له في كل وقت انا بحس فيه ان انا مقبل على خطوه وعايز ارسم تفاصيلها. يعني هو كان بيساعدني في النقطه دي جدا، وبعدين بدا ان هو يوجهني. يعني اللي انا لقيته عند الطبيب النفسي انا ما لقيتوش في اي مكان تاني، بدا يوجهني. هي دي حقيقه شباب، واللجوء للطبيب النفسي ما بقاش عيب. انا على المستوى الشخصي بزور طبيب نفسي بشكل دائم مستمر، بروح أقول له أنا بعاني الفترة دي من قلق، مش قادر أنام مثلا، فيقعد يراجع معايا حياتي. لا طب بلاش كذا، طب قلل حجم العمل. مش شرط يديك دواء، ده بينظم دواير معينة زيار، ومش شرط أكون يعني مش طبيب نفسي بقى هياخدوني مستشفى الأمراض العصبية والنفسية واتحجز أبدا، وبقى صديقي. يعني لما يبقى عندي مشكلة استشارة أرفع عليه السماعة، أقدر أجيلك كده ونقعد ندردش نص ساعة، بنشرب فنجان قهوة، إيه الأخبار أو الكلام ده. أجا أقول له لا ده في ضغوط مثلا في البيت، طب أقدر أتعامل مع أولادي إزاي، مش عارف أتواصل مع ابني، حاجة بهذا الشكل. فأنا عايزكم لما تتعرضوا لضغوط لا نروح لطبيب نفسي ونتكلم معاه وندردش معاه، زي ما أخوكم بيقول راح وبقى صديقه وبيحللوا مشاكله. يعني في حد منكم جه قال أنا عندي اكتئاب، أنا مكتئب؟ هل حد منكم استخدم التعبير ده؟ اتفضل. عمر مجدي، محافظة الشرقية. أنا شايف الموضوع الاكتئاب كان معنى صح في حكاية الخطوبة والجواز وكده. يعني أنا شايف دلوقتي في المجتمع المصري العيلة معنى صح. بص لو واحد مثلا جاء مهندس مثلا وبنته لا دكتورة، لا احنا عايزين الدكتور زي بنتي يكون معنى صح نفس المجال يعني. طيب لما بتحس انك مخنوق او لما بتحس انك مخنوق تعملي ايه؟ هل بتجري على الفيسبوك وتقعدي تكتبي وتتكلمي انا مخنوقه، ولا تخرجي مع صاحبتك، ولا تدردشي مع والدتك؟ اتفضل يا حبيبي. عمر حمد العصق، محافظه البحيره. حضرتك لما بحس باكتئاب وكده ما ببعد عن كل حاجه. بتعمل ايه يعني؟ بتخرج مع واحد صاحبك، تنزل تقعد على القهوه على الكافيه؟ لا ما بحبش اشارك حد مشاكلي. طب الفضفضة بتعملها مع مين؟ ما بعملهاش كمان ولا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. بس عايز أقولك ده خطر، بس يعني لازم تحكي، لازم تتكلم، مش مع أي حد في الشارع، مع صديق يعني. ما بس ما فيش حد يفهم، فيش حد يحس، بس المشاركة مهمة. طيب إيه علاقة السوشيال ميديا بالخنقة؟ هل ممكن ولادنا شبابنا بناتنا بالسوشيال ميديا تعمل لهم اختناق؟ فضلي. نوف مجدي علام من محافظة البحيرة. طبعا أنا شايفة إن السوشيال ميديا بتزيد معدل الانعزال للبني آدم، لأن العلاقات الوهمية بتكتر على السوشيال ميديا، والبني آدم إحنا بشر بنحتاج نقعد مع بعض، بنحتاج نتكلم، وده طبعا بيطلع الطاقة اللي جوانا الكلام، لكن هتتكلم عبارة عن كيبورد ما ينفعش طبعا، فبيزيد معدل الانعزال للبني آدم. أنا قصدي في السوشيال ميديا إنك ممكن تشوفي صاحبتك مبسوطة فرحانة اشتغلت اتجوزت، وده مثلا ما تحققش ليكي كمثال، ده ممكن يضايقك او يعمل لك ممكن أحبار. بعض الناس ممكن بيحصل ده لبعض الناس. طيب تعالوا نشوف التقرير ده عن الشباب وعلاقتهم بالسوشيال ميديا. أسباب المشاكل النفسية كتير جداً، يعني ممكن ضغوطات الأهل، مشاكل في الشغل، حاجات كتير يعني بتختلف من شخص لآخر. أسباب المشاكل النفسية دي للشباب، شباب كتير قوي بعد يعني بعيد عن الدين، بعد عن ربنا، إذا كان مسيحيين أو مسلمين. المشاكل النفسية ضغط مادي بقى، ضغط معنوي كده يعني. الحاجات اللي بتسبب مشاكل نفسية كتير جداً، يعني منها السوشيال ميديا، علشان يعني ممكن يبقى بوست مثلاً عابر
يأثر على نفسيتي كلام معين كده أنا مشكلة بمر بيها، أصدق الكلام ده وأكمل فيه ويأثر عليا ويكئبني ويحبطني وأقطع شراييني بعدها. يعني الضغوطات النفسية ممكن تيجي شغل مثلا، دراسة أنا بقى مستنية مجموع معين، حاجة معينة بقى باينية حياتي عليها زي مجموعي وما جيش، فخلاص كده بالنسبة لي حياتي اتدمرت. في علاقة قوية يعني طردية وعكسية الاثنين. أنا شايفة إن في علاقة ما بين السوشيال ميديا والخنقة، إن هي بتعزلنا عن العالم كله وبتشجعنا على حاجات كتير ممكن نعملها غلط، إن إحنا ننتحر أو نفكر في حاجات سيئة كتير، فكمان بتعزلنا عن أهلنا وعن صحابنا وبتسبب مشاكل كتير جدا. أنا شايفة إن في علاقة بين الخنقة والسوشيال ميديا. أنا شايفة إن في علاقة بين السوشيال ميديا والاكتئاب والخنقة طبعا. مشاكل كتير بقى، مشاكل اجتماعيه، مشاكل عاطفيه، كل ده بيأثر على النفسيه، يعني مشاكل دراسيه، مشاكل اجتماعيه، مفيش الشباب مش لاقي شغل، الشباب مش لاقي يتجوز، مش عارف يكون نفسه، كل دي مشاكل بتأثر على النفسيه. ايوه طبعا السوشيال ميديا ليها علاقه قويه جدا جدا بان الواحد يكتئب ويتأثر نفسيا ويتأذي وكده، لان هي سببت يعني وقت الفراغ بقت تقضيه على السوشيال ميديا، فبقت الناس اصلا بتجيلها خنقه من كتر اللي هي قاعده ما بتعملش حاجه فراغ. مفروض ان احنا نقلل من استخداماتنا للسوشيال ميديا عشان هي بتاثر علينا في حياتنا في حاجات كتير، نركز في شغلنا، ننزل نلعب رياضه، نشغل نفسنا يعني نروح نادي، نشغل نفسنا حاجات اهم. يعني السوشيال ميديا بتعمل كل حاجه، يعني في اكتئاب، في فرحه، في بتحول مود الواحد 180 درجه لو هو مركز فيها. يعني الناس كلها دلوقتي حياتها على السوشيال ميديا، يعني الناس بتصحى لحد ما تنام وهي عايشه السوشيال ميديا بس. في طرق كتيرة نقدر نعالج بيها ضغوطنا النفسية، زي أسهل طريقة نروح نزور طبيب نفسي، لكن في حاجة اسمها يوجد ضحك. كابتن رانيا حاتم بعد الفاصل تشرح لنا يعني إيه يوجد ضحك لعلاج الضغط النفسي.